طيب قولي بقى، بما اننا في رمضان، طبعا احنا قبل رمضان كده بيكون في جو روحاني، وبنحاول احنا يعني الى حد كبير، اكيد في حاجات بتضايقنا وفي حاجات بنحاول نعديها. هل قبل رمضان كده بيكون لك طقوس فيما يخص انا مثلا في حد ضايقني او حد اذاني او انا هسامحه ولا مش هسامحه؟ هل بتقعد تفكر في الحاجات دي؟ لا انا عموما يعني اغلبيه زمايلي عارفين طباعي، يعني طبعا انا ممكن ازعل شويه، اتضايق او ازعل من شخص مثلا، بس بعد فتره خلاص او بعد يعني وقت بسيط خلاص، حتى لو هو غلط او انا غلط، انا بحاول ان انا ابقى بحب اسامح، واحب ان انا لو حد انا زعلت حد بحب انا اقول له انا بعتذر لك وبتاسف لك، ده ما بيقللش مني، ده بالعكس ده بيكبرني في عين الشخص اللي انا بعتذر له. وغالبا انت عارفه دي طباع، بتبقى احنا طباع بشريه، حته الخلاف وحته الزعل ده طبيعي موجود، لو ما حصلش كده الحياه مش هتمشي، فطبيعي ان احنا ممكن نزعل من بعض، نقرب من بعض، لكن انا غالبا او في وقت طويل جدا انا احب انام ومحدش يكون زعلان مني. ده ملوش علاقة برمضان، لا خالص، في الحياه بتاعت في أي وقت. الطبيعيه. لا احنا انا احنا كمسلمين يعني ما ينفعش نفرق بين رمضان من الشهور التانية. شهر رمضان بالمفروض بنزود فيه الايمانيات، وبنزود فيه صلة الرحم، وبنزود فيه علاقتنا الطيبة، وبنزود فيه حاجات كتير يعني، والتزامنا بالصلاة، يعني دي طقوس رمضان. لكن في الايام العادية المفروض زي ما احنا بنهتم برمضان، المفروض في شهور تانية برضو احنا المفروض نبقى ما فيش عن ولا خلاف ولا زعل، واحنا ناس مسلمين ومسيحيين عايشين في على ارض مصريه، كلنا بتبقى الاجواء دي كلنا بنحب بعض. فاحنا انا ما بحبش يعني كلمه الزعل وكلمه الخصام، الكلام ده كله انا مش في القاموس عندي. ممكن اخد موقف من شخص، لكن مش هفضل الشخص ده انا طول الوقت على طول ما بكلموش، اكيد هو هيقابلني، اكيد هيبقى في مناسبه، فعشان كده ما احبش الخلاف ده يبقى موجود بينه وبين حد يعني. طيب